السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونورتوني ونورتوا القناه ديالي ولهلا يخطيكم عليا. اول حاجه تنقول لكم مرحبا بالناس الجداد اللي جاوا عندي، نورتوني ونورتوا القناه ديالي، الله يخطيكم عليا وان شاء الله نحط لكم دائما كل ما جديد وكل حاجه جديده، وصفات شهيوات خريجات كل حاجه ان شاء الله اللي تعجبكم وترضيكم. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو جديد، بغيت نشارك معكم هاد العشيه اللي غدا ندوز. انا تنجي لكم على عشيات، واحد العشيه ندوز ندير واحد الحاجه كانت بغاتها ندى تشهاتها، وقلت هكا غادي نصوبها ليها مسكينه وديها ليها حتى للدار ان شاء الله الا بقينا في الحياه، لانها راكم عارفين المحمى فضروري اي حاجه تشهاتها واي حاجه بغاتها فخصنا نديروها ليها، لان المحمى كما عارفين راه فيها غير الاجر، تدي فيها الاجر وبالاخص ديها ليها حتى عندها وتوصلها ليها حتى تجيها شي حاجه اللي كبيره واخا تكون قيمتها اللي صغيره. ولهذا قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الشيء اللي غادي نصاوب ليها الوصفه اللي غنصاوب ليها، وحتى نتوما تستافدوا منها وتجربوها لوليداتكم لعائلتكم ولحبابكم. ولا كانت شي محمه هنايا معنا فتنقول لها اختي سمحي لي كون كنتي حدايا على راس العين نجيبها لك حتى للدار. يلا خليكم معايا ندوزوا للطريقه ديال البيتزا اللي غنوجدوا، وتشوفوا المقادير وتشوفوا المراحل كامله ملي غادي نصاوبها من الاول حتى الاخر، وان شاء الله تشوفوا التتمه ديال الفيديو حتى هو حتى الاخر ان شاء الله وشنو غادي يكون فيه. يلا خليكم معايا حتى الاخير. كيف ما قلت لكم البنات غادي نشارك معكم الطريقه ديال البيتزا ديالي والتجهيز رائعه وزوينه، وحتى الا بغيتوا انكم ديروهم صغيرين او كبار وديروا لهم نص طيبه وتحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، راه ما تيبقى عليهم حتى شي حاجه حتى النهار ان شاء الله تبغوا تطيبوهم توجدوهم، تجبدوا لاباط من الكونجيلاتور تكون واجده وتتعمروها ديك الساعه الحشوه على حسب الاختيار ديالكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه ليا هنايا البنات عندي الزعتر او زعتره، معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، معلقه صغيره ديال الملح، وعندي خماره، وعندي معلقه كبيره السكر، عندي تقريبا هاد المقدار كاس ما عمرش ديال الزيت، نورمالمون تندير فيها 3 معالق ديال الحليب بودره، ما عنديش عوضته بالحليب السائل، 3 الكيسان ديال الماء دافي، وواحد شويه ديال البزار نسيت ما حطيتوش، وعندنا 5 الكؤوس ديال الدقيق الابيض وجوج كيسان ديال الدقيق فينو الاصفر. بالنسبه لهاد المراحل ديال البيتزا البنات فهي تدوز على جوج ديال المراحل، المرحله الاولى هنا غنخدمها معاكم ومن بعد تتبقى المرحله الثانيه اللي تنكملوا فيها هكا باش تجينا البيتزا ديالنا. جربوا هاد الطريقه وما غاديش تندموا عليها، وغتبقى دائما هي لاباط المعتمده عندكم في البيتزا. نبداو على بركه الله، يلا خليكم معايا. كما شفتوا المرحله الاولى درت هنايا 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض ياكو، غادي نزيد عليها الزيت، غادي نزيد الحليب، وغادي نزيد الملح، سنيده، الخميره معجونه نديرها في واحد شويه ديال الماء دافي باش تذوب ليا، سمحوا لي تنخدم بيض وتنصور بيض، عندي شويه ديال الابزار ياكل البنات، وغنزيد هاد الزعتر ديالي اللي نحكو هاد الخماره غنخليوها هي وجوج ديال الكيسان ديال الدقيق اللي بقاو لينا حيت قلت لكم في المجموع 5، وجوج كيسان ديال الفينو هما اللي غنديرهم في المرحله الثانيه. غادي نزيدو الماء، 3 الكيسان ديال الماء اللي دافي، غنزيد الكاس الاخر. كيف ما شفتوا زدت الزعتر ديالي وزدت البزار، وغادي نجيب الطرب اليدوي ونخلط هاد المكونات. هنا خلطت الخليط ديالي تجيني على هاد الشكل. دابا غادي نزيد الخميره من بعد ما تفعلات ليا ونحرك مزيان صافي، وغادي نغطيها بالسلوفان من الفوق ونخليها حتى نشوفوا حتى تفاعل ليا هذا الخليط ونشوفوا فيها داك الفقاعات اللي ولاو هكا طالعين في العجينه، وندوزوا للمرحله الثانيه. وهكا تكون العجينه ديالنا سليناها وندوزوا للحشوه ديك الساعه، والحشوه تتبقى اختياريه على شنو ما عندك في الدار. بالنسبه لليوم ندى بغاتها تشهاتها بالطون، غادي نديروها بالطون وبصيله مشحره صافي، والفرماج هادشي اللي كاين خليكم معايا. كيف ما شفتوا البنات هذا هو الشكل في كيفاش تولي لنا العجين على هذا الشكل فقاعات ياكم.
سلام بنات، انا عاود رجعت لكم. سمحوا لي قبيله رطفه لي التليفون هذاك الشيء باش ما صورت لكمش. يلا بديت نصور لكم على ان العجينه خمرات ودارت لي هذوك الفقاعات. صافي من بعد زدتها هذوك جوج كيسان ديال الدقيق الفورس وخماره حمراء وجوج كيسان ديال الدقيق الاصفر سبيسيال. صافي هي وجمعتها ودلكت اديتها وجبتها في يدي شويه، وهانتوما كيف ما تشوفوا خليتها خمرات دابا المره الثانيه. ودابا غادي نخرج من هذاك الهواء اللي لداخل وصافي، وغادي نشكلها باش نعمرها. هنايا وجدت البصيله اللي قطعتها وشحرتها في زويته مع شويه الملحه وشويه البزار، تولات على هذا الشكل. انا تعجبني البنجال والكورجيت وداك الشيء، تعجبني فيجيتاريان تاع الخضره فيها كورجيت دنجال مخلطه. درت الدنجاله هي قطعتها شرائح رقيقه ودرتها حمرتهم في الزيت بشويه الملحه، وهنا درت الفليفله حتى هي بنفس الطريقه. صافي دابا غادي نشكل البيتزا ديالي ونوريكم الطريقه، وكل وحده باش نعمرها وعاد ندير خلاص ديال الطون كما قلت لكم. خليكم معايا وتشوفوا الطريقه كامله، وسمحوا لي حطفه ليا كما قلت لكم التليفون هذاك الشيء علاش حيت نسيت الشارجور البارح عند نادا ومازال ما جبتوش. عندي غير واحد تنديباني به ما شارجيهاش حيت ماشي دي اوريجين هذاك الشيء علاش. يلا خليكم معايا حتى الاخير الفيديو. المهم البنات، من بعد ما شديت العجينه ديالي وديتها وجبتها كبين يديا باش حيت لها داك الهواء اللي لداخل، قسمتها على الاربعه ديال الكويرات او ندير الا بغيتهم كبار ندير ثلاثه. غنخليهم يطلقوا شويه وغنطلقهم بالدلاك ومع شويه ديال سبيسيال، وغادي نعمرهم في مره. تندير انايا الصوص طوماط وتندير تنعمرها كامله في مره وتنطيبها في خطره واحده، ماشي تندير نص طيبه وعاد تنخرجها ونعاود نعمرها، لا تندير مره واحده. ولا كنت عنديها في كونجيلاتور فتنطيبها نص طيبه العجينه وتنخليها تبرد وتنحتفظ بها في الاكياس البلاستيكيه في المجمد، ومن تنبغيها تنلقاها واجده. المهم البنات، هذه هي البيتزا ديالي. صافي طلقتها بالدلاك وشويه ديال الفورس، درت ليها لاصوص طوماط الفليفله المطيشه والطون. دابا نخشيها طيب في الفران، ندخلها نشعل عليها من التحت حتى تحمر حدا ومعها باش ما تحرقش، عاد نشعل عليها من الفوق تحمر شويه، وديك الساعه ندير لها الفرماج وموزاريلا حتى تطيب. تنخلي هذيك الفرماج غير تيدوب وتنخرجها من الفران. صافي كي جاتكم مزيانه قولوا لي في التعاليق كي جاتكم. يا ديك ياك زوينه المنظر ديالها زوين ولا لا، قولوا لي في التعاليق. صافي وهكا قلت لكم بالنسبه للحشو ديروها باش ما عجبكم نتوما اللي متوفر عندكم في الدار، كفته لدان دجاج كروفيت اي حاجه، ولا غير بالخضره وهذه صافي. اللي ما عندكش هذاك الشيء متوفر غير بالخضره الكورجيت الدنجال والفلفله وهذه، ومع تطيب وتدير لها الفخوماج تتجي يا سلام. يلا خليكم معايا تنوريكم الشكل ديالها النهائي. البنات كي دايرين، انا رجعت لكم وسمحوا لي ما وريتكم حتى شي حاجه من بعد. كما قلت لكم راني خارجه وصورت لكم شويه برا تشوفوا تنتوما. مشيت وصلت الامانه لنادا وخليتها لها وما جلستش بزاف حيت خليت الدراري وضروري خصني نرجع باش نعطيهم تاهما يتعشاو. راكم عارفين دابا القرايه وتينوضوا بكري فضروري رجعت ما قلت ولي مازال نتلاقاو ان شاء الله. ونتمنى يعجب هذاك الشيء نادا وتنقول ليها زعما قبلي عليا راه ماشي شي حاجه. ومن هنا تنقول لكم البنات واي حد زعما تتوهم او سمعتو تيتوهم وحداكم وقريب لكم ومشهي شي حاجه وباغي شي حاجه فصوبوها لي، واخا تعرفوا شنو ديروا تصوبوها لي لان فيها اجر كبير 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 عند الله.
ونقول لكم بسلام عليكم وليلة سعيدة، وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البارطاج وتخليوا لي لايك بزاف، كما قلت لكم البنات خليوا لي الميساج الزوينين ديالكم اللي تشجعوني، وان شاء الله غنبقى ندير لكم دائما الجديد، ودائما نشارك معكم وصفات وشهيوات ونصائح وفيديوهات ان شاء الله اللي تستفدوا منها، وفيديوهات اللي يعجبوكم، ونخليكم وليلة سعيدة وبوسة كبيرة لكم، بسلامة.